السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مشاهدينا وين ما كنتم في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج الملعب. اليوم الحلقة غير وخاصة، اليوم الحلقة شبابية رياضية وإعلامية. قبل لا نبدأ في حلقتنا أو موضوع حلقة اليوم، نذكركم أن تقدرون تتواصلون معنا على حساباتنا في قنوات التواصل الاجتماعي، سواء كان إنستغرام، تويتر، يوتيوب، لمعرفة آخر أخبار قناة البحرين الرياضية والبرامج اللي تنعرض عليها أول بأول. مشاهدينا، الإعلام بشكل عام علم وموهبة، ويتقبل دائما كل الأفكار الجديدة، والشباب مثل خلية النحل دائمة الحركة والمستمرة في النشاط والإنتاج، والإعلام تغير ما عاد حكر على مؤسسة معينة أو وسيلة محددة. أصبح اليوم بإمكان أي شاب أو شابة ترك أثر وإرسال رسالة عبر هذا القطاع الحيوي الواسع والمتجدد دائما. في قناة البحرين الرياضية نؤمن بدور الشباب ونعتمد بشكل كبير على جهود الشباب، لذلك إحنا اليوم هني في برنامج الملعب نسلط الضوء على الشباب والإعلام الرياضي. خليكم معنا. السؤال اللي كان يراودني عقب ما تخرج وين أروح، ولقيت مكاني في الإعداد مع القناة الرياضية اللي تدعم الشباب وتعطيهم الفرصة. عقب ما تخرجت من الجامعة حصلت فرصة ذهبية عشان أطور من مهاراتي في التخصص اللي درسته من خلال قناة البحرين الرياضية. أنا جداً فخورة أني تخرجت من جامعة البحرين، وبعد ما تخرجت اشتغلت في قناة البحرين الرياضية، وطبعاً قناة البحرين الرياضية أعطتني المجال حق أطلع إبداعاتي الإعلامية. ما توقعت يوم من الأيام أني بكون موظف ضمن طاقم قناة البحرين الرياضية، ولكن الفرصة اللي أعطتني إياها أستاذة مريم بكمال والأستاذين عيسى شريدة وحمود الجيب أني أكون ضمن أحد الموظفين الموجودين في القناة وساهم في عمل البرامج اللي تنتجها القناة. في هالمكان أقدر أقول أني لقيت نفسي في كذا مجال وجربت أشياء ما كانت على بالي، وكان حلمي أني أكون مذيع على الشاشة، والقناة حققت لي هالحلم. القناة الرياضية أعطتني الحرية والفرصة الكاملة عشان أبدأ في مجال تخصصي الجامعي، وفرت لي كل اللي يحتاج الإعلامي في بداية انطلاقته. بوابة النجاح هي قناة البحرين الرياضية، فتحت لنا هالأبواب من قبل الربان مريم بكمال لتكن لنا إحنا الشباب كبداية لحكاية رائعة في المجال الإعلامي الرياضي. من يوم كنت صغير هوايتي الأساسية التصوير، يميت القناة الرياضية حصلت الوظيفة اللي تناسبني اللي أقدر أطور نفسي فيها. طبعا فخورين بشباب قناة البحرين الرياضية، هذا التقرير الجميل اللي عد مجموعة من الشباب اللي كانوا أيضا متواجدين في التقرير، سعد حمادة، خالد أحمد، خالد أبو الفتح. دائما ما يعني تفاجئونا، أعطيكم الموضوع في يوم ولا في نص يوم، ثاني يوم ما شاء الله عليكم عندكم شغل، كنا صار لكم أسبوعين تشتغلون عليه، يعطيكم ألف عافية. إذن حلقتنا اليوم مشاهدينا مثل ما ذكرنا لكم عن الشباب والإعلام بشكل عام والرياضي بشكل خاص. خلوني أرحب في البداية بضيوف الملعب اليوم. اليوم معانا أعضاء نادي الإعلام وأعضاء جمعية كلية الآداب بجامعة البحرين، يا هلا ومرحبا فيكم جميعا في الملعب. أهلا وسهلا، سعيدة جدا بلقائي معاكم، ويعني أنا أتمنى مثل ما قلت لكم قبل الهواء أن اليوم أنا ما راح أتكلم وايد، راح أسألكم كل واحد سؤال ممكن تنطلقون فيه بالنقطة اللي أنتم حابين توجهونها من خلال هذا البرنامج، فهذه الساعة لكم منكم وإليكم. فنبتدي في البداية مع رئيس نادي الإعلام وليد الرفاعي. أهلا ومرحبا فيك. مرحبا وليد. أستاذة مريم، مرحبا. أهلا وسهلا وليد. طبعا نشوف نادي الإعلام مهتم بالمجال الرياضي وعندكم الكثير من الأنشطة الرياضية، شنو سر الاهتمام بالرياضي
الرياضه عندكم في نادي الاولمبي؟ احنا في البدايه شفنا في ناس ما تقولين عدم تركيز الجامعة على الإعلام الرياضي بشكل عام، وفي وايد ناس ما يدرون شنو مفهوم الإعلام الرياضي. يعني احنا ابتدينا حطينا خطة قلنا احنا لازم نبتدي نسوي فعاليات إعلامية تدعم اللي هو الناس ما تقولين السكتر اللي هو الإعلام الرياضي. ابتدينا فيها بالتعليق الرياضي، سوينا فعالية كبرى. صحيح. وكنا متخوفين في البداية إنه ما يكون في إقبال من الناس، ما تكون في إقبال من المشاركين، الناس ما يعني ما تشارك بحكم إنهم يخافون يطلعون على التلفزيون، ولا هم يخافون يبتدون يتدربون بشكل فعلي وبشكل ميداني نفس التدريبات اللي تصير عندكم في التلفزيون وكذي. نعم. ابتدينا بهالمبادرة وشفنا في تسجيل ضخم، 55 مشارك في الورشة. ما شاء الله. تأهلوا 10 منهم، 2 وصلوا للنهائيات وفاز بالمركز الأول الطالب محمد القاسمي. نعم. وحصلوا العشرة اللي هو فرصة التدريب عندكم في التعليق الرياضي، وهي كانت مبادرة حلوة. من هذه النقطة احنا بإذن الله بننطلق ونركز على الإعلام الرياضي بشكل أكبر. حلو. عشان نعطي الطلبة فرصة انهم يشوفون ويجربون شنو هو الإعلام الرياضي وشنو مجالات المتعددة والواسعة. حلو. إذا نادي الإعلام شنو يبي من قناة البحرين الرياضية قبل لا اروح اقعدل؟ احنا نبي منكم الدعم، اذا احنا بنسوي ورشه نبي منكم التدريب حق هاي الناس اللي بيدشون ورشه. هاي تمرون اي وقت، بس انتم خبرونا قبلها بمده ونرتب لكم محاضرين، نرتب لكم كل شيء، حتى اذا تبون هني عندنا في الوزاره راح نرتب لكم. مع ان انتم لا جماعه البحرين ما شاء الله عليكم عندكم مكان وايد عود، انتم راتبه واحنا بنيكم باذن الله. تمام. صار مشكور. ننتقل لعادل حسن رئيس جمعية كلية الآداب. أهلا عادل، وأيضا موظف في قناة البحرين الرياضية. يا هلا ومرحبا فيك. أهلا فيك من بدر. يعني أنا التعريف. تسلمين. شو أخبار المدرج قبل الله؟ والله المدرج الحين مع توقف مشاركة منتخبنا في كأس آسيا في الإمارات، نتمنى لهم كل التوفيق، إن شاء الله يراجع بقوة بعد هذه البطولة إن شاء الله. شو نشوف القناة الرياضية وأنت طالب في جامعة البحرين؟ القناة الرياضية في جامعة البحرين بدون ما أن أنت موافق؟ لا 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 لا، أكيد أكيد والله أكيد. سمعة قناة البحرين في الفترة الأخيرة جدا 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 كبيرة، مو بس من الطلبة، نشوف حتى الأساتذة حتى الدكاترة، الكل كل الموجودين في جامعة البحرين قاعدين يشيدون قناة البحرين الرياضية. أكيد في بعض الأخطاء ممكن في بعض الأمور، لكن أكيد اللي يعمل هو اللي ممكن يخطأ. نفس ما نقول دائما ان رؤيتنا التجديد والتطوير وتقديم كل ما هو افضل وكل ما هو جديد، فراح نستمر على هذه السياسه اكيد بتواجدكم، تواجد الشباب الكبير في قناه البحرين الرياضيه، راح نكمل هذه المسيره. لكن كوني طالب وكوني عضو او موظف في قناه البحرين الرياضيه في بعض الصعوبات اني اوافق بين الاثنين، لكن انا نصيحتي لكل الطلبه لكل الشباب انه يخوضون هذه التجربه. تدريب العمل اليوم جدا جدا مهم. نشوف احنا المواد الموجوده الاكاديميه ما تغني وما تفيد 100%، اكيد لها فائده كبيره وعظيمه، لكن التطبيق العملي والتدريب العملي هو الاهم وهو المطلوب. ومن هذا المنطلق تواجد المايسترو او الجنرال حمود الجيب، وفضل تواجدكم ان شاء الله راح يكون بتعاون قادم بين جمعيه كليه الاداب وتحديدا برنامج الملعب، راح يكون في تطبيق عملي بين الاثنين، دورات وانشطه. وهذا الطالب في النهايه هاي هو اللي يبي، الطالب في الجامعه يبي تدريب عملي، يبي يخوض، يبي يشوف الامور من وراء الكواليس، يبي يتعلم ويتدرب ويصقل مهاراته الاعلاميه بالتطبيق العملي. صحيح. في النهايه يعني انتم تدرسون اعلام وهذا كله مكتوب في ورق وفي الكتب، ولكن انتم من تكتبون في هذه الاوراق، انتم من تسطرون يعني ابداعاتكم في هذا الكتاب، ونتمنى اكيد ان التعاون يكون يعني معناته انتم جمعيتكم تبون انه يكون في تعاون مع برنامج الملعب، تطبقون عملي في برنامج الملعب. اعضاء من عندنا يروحون يتدربون، يكتبون النصوص، يصورون، يعدون تقارير. ممتاز. ويشوفون شغلهم على الهواء مباشره. يعني احنا نتشرف فيكم اكيد. شرف لنا اكيد. نتشرف فيكم. انا راح ارجع لكم، لكن مشاهدينا خلونا نشوف معاكم هذا التقرير اللي عدوه لنا طلبه جامعه البحرين بالتحديد اعضاء جمعيه كليه الاداب، ونرجع لكم. بين هذه الوجوه الكثير من المواهب والإمكانيات، بين هذه الوجوه القوة والقدرة على التميز والتألق في كافة الأصعدة.
في مجال الإعلام طاقات وموارد بشرية تؤكد بأن المستقبل بخير معهم. الإعلام الرياضي صناعة يجب أن تؤخذ بمحمل الجد، ولابد من تزويدها بالوقود الشبابي دائماً. طبعاً اهتمامنا بالإعلام الرياضي لا يقتصر فقط على المقررات، وإنما أيضاً تشجيعنا إحنا كقسم وأساتذة لطلباتنا للعمل في هذه المجال والمشاركة، سواء كان كرياضي أو المشاركة طبعاً كإعلامي في هذه المجال. عندنا مجموعة من الطلبة المشاركين بالتعاون مع وزارة شؤون الرياضة في مجموعة من البطولات الخارجية، وهم في النهاية طلبة إعلام، وهذه إدراك حقيقي لطلباتنا لأهمية الرياضة والجانب أو الدمج ما بين الجانب الإعلامي والجانب الرياضي. في الحقيقة هناك إقبال كبير من الطلاب على داخل تخصص أو مسار الإذاعة والتلفزيون في جامعة البحرين في قسم الإعلام، واهتمام بإنتاج مشاريع تقع في إطار ما يسمى بالإعلام الرياضي. وهنالك كثير من الطلاب الذين تخرجوا في قسم الإعلام هنا في تخصص الإذاعة والتلفزيون ذهبوا ويعملوا الآن في التلفزيون، وخاصة في القناة الرياضية التي لها سمعة طيبة والحمد لله ويشاد بها. تجولنا في أروقة الجامعة وسألنا الشباب عن رأيهم في الإعلام الرياضي في مملكة البحرين، فكان الرد كالتالي: أنا أني مثلا ما أفهم بالكورة ولا أني أحب الكورة، ولكن تطورات أحبته في الجرافيكس، الفيديوهات، الدوكيومنتريز اللي قاعدين يعرضون، فهاي إذا دل على شيء دل على المجهود اللي قاعد يصير من الداخل، يعني وخصوصا الشباب اللي قاعدين يثرون هاي القناة، فكل التوفيق لهم إن شاء الله. الله تشوف مستوى الصحف غير ثابت، يعني مرة تشوفها تغطي الأحداث وكل شيء وكل شيء يعني بأكمل صورة، ومرة تشوف إنه ما في محتوى يعني عن الفعاليات اللي تصير، فمستوى الصحف متفاوتة صايرة. كم برنامج إذاعي عندنا مختص بالرياضة؟ برنامج واحد، فأنا أتمنى فعلا أن يكون هناك تركيز على الرياضة في الإذاعة، ومو بس على كرة القدم، ومو بس على كرة القدم العالمية بعد، لا كرة القدم المحلية والرياضات المحلية. بما أن المرأة البحرينية متقدمة في جميع المجالات، في شتى المجالات الكل بشكل ملاحظ، نبي نشوفها أكثر في مجال الرياضة، بما أنها بعد متقدمة في مجال الرياضة، لكن مو الكل يقدر يشوف هالشيء لأنه مو موجود. عشان شيء نطالب أنه يكون في برنامج رياضي خاص حق المرأة البحرينية في قناة البحرين الرياضية. طموحات وأماني تنصب على عاتق العاملين في قطاع الإعلام الرياضي، فالهدف واحد: الإبداع والتميز دائماً وأبداً. يعطيهم العافية طبعا طلبة جمعية كلية الآداب على هذا التقرير المتميز الجميل اللي يبين أن هناك الكثير من الإعلاميين اللي موجودين الحين عندكم في الجامعة. ما شاء الله عليكم، إلقاءكم، طريقة كلامكم، يعني دائما يقولون ما في إعلاميين، ما في مذيعين، ما في مواهب، ما في ذي، بس أنا قاعدة أشوف خصوصا من ابتديت أيكم الجامعة أزوركم أشوف إن في مواهب كثيرة، بس يمكن حلقة الوصل كانت مفقودة بيننا. إن شاء الله إحنا نقدر إن إحنا نوصل لكم دائما. ننتقل إلى ريانة النهام، أمين السر بجمعية كلية الأداب. يا هلا ومرحبا فيك ريانة. شو تدرسين ريانة؟ إعلام علاقات عامة. أيضا إعلام علاقات عامة. زين، شنو الأفكار الجديدة اللي حابين تشوفونها على قناة البحرين الرياضية؟ للأمانة أنا يمكن مالي وايد إن في متابعة الكرة، بس يهمني اللاعب الحين اللي قاعدة أشوفه مثلا حقق إنجاز، شلون وصل لحق هالإنجاز؟ هالحياة إحنا يعني يمكن نتخيل إن دروبهم دائما تكون مفروشة بالورد، لكن في النهاية هم يطلع يعني في جانب آخر إحنا نبيكم تسلطون الضوء عليه، غير جانب الكرة، إنهم خارج الملعب شلون حياتهم؟ هل هو دايركت وصل يعني حق المكان اللي هو فيه؟ إحنا وايد لاعبين قاعدين نشوف إن حياتهم ما كانت مفروشة بالوارد، يمكن كانوا أهاليهم، كانوا أصدقائهم ما كانوا داعمين لهم، كانوا ضدهم، لكنهم استمروا يعني استطاعوا إنه يوصلون. إحنا حابين نعرف يعني خلينا نقول الجانب الاجتماعي من حياتهم، الجانب الآخر هم خارج الملعب شلون قاعدين يعني يعيشون، شلون وصلوا اليوم حق المكان اللي هم فيه. حلو، يعني هاي من البرامج اللي ممكن أنتم تسوونها كمشاريع تخرج، صح؟ فإذا قدرتوا تسوون وإحنا نقدر نسوي وياكم، إحنا نقدر نوفر لكم مثلاً الكاميرات أو نرتب آلية معاكم، إنه ممكن إن هاي يكون مشروع من مشاريعكم إذا أنتوا حابين إن أنتوا تنفذونه.
لان انتم مثل ما تعرفون عادل بعد يعرف كم العدد الحين اللي يشتغلون على هاي البرامج المسجله؟ قليل. فاذا حطيتوا يدكم بيدنا ممكن نسوي هذه البرامج اللي انتم خاطركم تشوفونها على الشاشه. شكرا على هذا الاقتراح ريانا. انتقل لشوق بومطيع رئيس اللجنه الثقافيه بجمعيه كليه الاداب. اهلا وسهلا شوق. اهلا وسهلا فيك. طبعا تدرسين ادب انجليزي. صحيح. شنو اللي حابين الان توصلونه لقناه البحرين الرياضي في وجودكم اليوم هنا ويانا؟ اول شيء مشكورين يعطيكم العافيه على الاستضافه. فيك. وثاني شيء فعلا انا تخصصي مو بعلوم واهتمامي الاولي مو بالرياضه تحديدا. بس انا كوني ادرس اللغه الانجليزيه فرعي فرنسي وانا تعاملي اكثر مع اللغات. فاللي اشوفه هالفتره وايد منتشر الطاقات الشبابيه اللي وايد موهوبه في اللغات سواء كانت اللغه نفسها او الترجمه او حتى الفويس اوفر التعليق الصوتي اللي نقدر نقوله. فلو اشوف انه يكون في استغلال جيد حق هاي الطاقات بيكون وايد مفيد. فهاي الطاقات ممكن تستفيد هي تزيد خبراتها وتزيد مهاراتها وتلفزيون البحرين التلفزيون البحرين ممكن يستفيد انه يكون انترناشونال اكثر يوصل حق جمهور اكثر. صحيح. مو بس متحدثين اللغه العربيه. صحيح. جانب اخر مثل ما قلت انا مو بوايد مهتمه حق الرياضه بس انا مهتمه حق جانب ثاني يمكن شوي متعلق فيه اللي هو الصحه النفسيه. احنا كطلبه او شباب او حتى كرياضيين او عمال في اي مجال في اي مجال وايد مهمه الصحه النفسيه. فاذا لا سمح الله صار اضطراب نفسي او شنو الفرد نفسه ما بيقدر يعطي 100%. صحيح. بيكون في نقص في نفسه. فلو يكون في برنامج يطرق حق هاي الموضوع حتى لو بشكل طفيف بنشوف الطاقات الشبابيه توصل لي يعني وايد مراكز عاليه. لان بتكون الصحه عندهم بالكامل، الصحه الرياضيه، الصحه العلميه اللي توفر لنا لها الجامعه والصحه النفسيه. فبهاي الشكل بيكون الشخص متكامل يعني وبيقدر يعطي اكثر من هو ياخذ يعني. حلو. انت ذكرتي موضوع الانترناشنال. طبعا في قناه البحرين انترناشنال. صحيح. وفي اعلان للأسف لحد الحين اثنين مشاركين بس فيه. احنا قدمنا هذا الإعلان علشان الشباب اللي يشوفون روحهم ممكن يعطون في قناة البحرين الدولية. صحيح. سواء كان انجليزي فرنسي او غيره، لان الحين احنا في طور تطوير هذه القناة وبحاجة للشباب الموجودين. فخبروا الشباب يمكن ما سمعتوا يمكن ما شفتوا. صحيح. بس للحين في وقت انكم تقدمون طلباتكم السيرة الذاتية ترسلونها على ايميل الخاص بقناة البحرين الدولية وان شاء الله نقابلكم. فاذا انت حابه قدمي. مو مشكلة. اوكي. نروح حق نور السباع عضو بجمعية كلية الآداب. طوفتك تسنيم، سوري نرجع لتسنيم. اسفه. لا عضو بجمعيه كليه الاداب. يا هلا ومرحبا فيك تسنيم. اهلا فيك. يا هلا تسنيم. طبعا اكيد في مقترحات في بالك، افكار تبين تقولينها. في وايد مقترحات. من هاي المقترحات حتى طلبة الجامعة يوصلونها لنا والجاليات المختلفة الموجودة. مقترح يكون هناك فقرة في برنامج الملعب بما أنه هو برنامج رياضي عام يتكلم عن جميع الرياضات. هاي الفقرة تتكلم عن الرياضات الشعبية الموجودة في الدول المختلفة. على سبيل المثال لعبة الكريكت اللي أغلبنا يمكن يعرف اسمها ويعرف أن الجالية الهندية والباكستانية يلعبونها. صحيح. بس مو الكل يعرف نشأتها، تاريخها، قوانينها. فحلو أنه في فقرة تتكلم عن الرياضات المختلفة. نتثقف رياضيا كلنا. وبعد في اقتراح ثاني انه يصير برنامج يسلط الضوء على الرياضات الفنون القتالية. خصوصا ان الصورة حق هاي الرياضات مختلفة عند الجميع، خصوصا انا يعني بعد منهم اعتبر نفسي اعتبرها كنت رياضة عنيفة والاغلب يعتبرها رياضة عنيفة لانه ما يعرف معناها الحقيقي. بس هي بالعكس رياضة لها تاريخها، رياضة عريقة، رياضة مفيدة جدا مو بس من الناحية البدنية والصحية، حتى تفيدنا في المواقف الاجتماعية اللي ممكن نتعرض لها في أيامنا العادية. فالواحد يكون متسلح بهاي الرياضة. صحيح. فتعرض لنا الصورة الحقيقية، البرنامج يعرض لنا الصورة الحقيقية حق هاي الألعاب. اللي الوايد ما يعرف عنها. ممتاز ممتاز. وهاي الاقتراح من الاقتراحات اللي احنا نطمح ان نشوفها من خلال ايضا شفتوا يمكن الإعلان لتقديم فكرة برنامج غير تقليدي. أتمنى أن أنتم شفتوا هذا الإعلان، فإذا عندكم فكرة قدموا لأن التلفزيون راح ينتج هذا البرنامج، بتكون فكرتكم بإنتاج التلفزيون، فبعد أيضا تقدرون تفكرون في هذا الشيء. نور سبع
عضو بجمعية كلية الآداب، أهلا نور. أهلا فيك. أنت تحبين الرياضة بشكل عام؟ وايد. أشوف. شنو عندك اقتراحات لنا نور؟ أولا بداية نشكركم على استضافتكم قناة البحرين الرياضية. نطمح احنا كطلبة وانا بالخصوص كرياضية واحب الرياضة، نطمح ان نشوف برنامج خاص رياضي نسائي. نعم. ومو بس هاي ينقصنا. اي نعم. مو بس فقرة او في برنامج الملعب او غيره، نبي نشوف برنامج خاص نسائي رياضي ويسلط الضوء على انجازات المرأة البحرينية الرياضية. وايضا يوعي ويثقف المرأة بأهمية الرياضة. حلو. وأيضا عندي فكرة ثانية، برنامج توك شو يكون رياضي وأيضا جماهيري. أوكي. بحضور الجماهير ويكون بطريقة تفاعلية أكثر وجماهيرية. حلو. شنو الرياضة اللي تحبينها؟ كرة السلة. كرة السلة تلعبين؟ كنت ألعب قبل والحين إن شاء الله راح أكون مدربة. قاعدة. حلو حلو. بالتوفيق لك يا نور. ننتقل إلى رابية البلوشي، أهلا مرحبا فيك، عضو بجمعية كلية الآداب. أهلا وسهلا. شلون تشوفون طبعا الاهتمام بالرياضة النسائية في البحرين؟ أحس إن هاي الجانب شوي إحنا مبعدين الضوء عنه. أحس إن إحنا نحتاج نكثف ونحط الضوء على المرأة العربية بشكل عام والمرأة البحرينية بشكل خاص. خاصة إن في الفترة الأخيرة المرأة صارت المرأة العربية بشكل بالوجه الخصوص إن هي صارت تنجز في هذا المجال. يعني مو نفس النظرة القديمة قبل، وايد يعني دشت بقوة في هذا المجال. فاقتراحي إنه يكون في نوع من الفواصل ما تطول مدتها عن دقيقة ونص، تعرض هاي الفواصل إنجازات المرأة العربية. يعني في وايد المجتمعات اللي حوالينا إن هي حاطة فكرة خاطئة عن المرأة العربية إن بس مكانها البيت وهي بعيدة بعد تام عن الرياضة، بس بالعكس. صح. يعني لو إحنا ندور ونشوف في وايد إنجازات تستحق إن هي تكون أمام الشاشة. حلو جميل، شكرا لك يا رابية. إبراهيم صالح نائب رئيس نادي الإعلامي، أهلا ومرحبا فيك إبراهيم. يا هلا فيكم. في البداية طبعا نبي نعرف أهدافكم وطموحاتكم للعام القادم. طبعا أول شيء إحنا في نادي الإعلام نشكركم قناة الرياضية على الاستضافة، ونشكركم أيضا على الدعم اللي شفناه منكم. إحنا كل عام في نادي الإعلام نعتمد أو نتعمد إن نخصص فقرة أو مسابقة أو فعالية تخص الإعلام الرياضي. يعني سنة من السنين سوينا عن الإعلام الرياضي اللي يخص المرأة، وهالسنة سوينا عن المعلق الرياضي. إحنا نتعمد إن نشوف الأشياء اللي ممكن الطالب يحتاج لها أكثر أو اللي يشوف في نواقص عنده، ونحاول إن ننميها عند الطالبة، لأن إحنا نشوف بعد الطالبة شنو يحتاجون، شنو الأشياء اللي يعني مثلا يبون يعرفون عن القناة الرياضية. فعلى هالأساس إحنا نمشي على هالمنوال. فإن شاء الله في السنة الجاية راح نتعمد على يعني مو بس رياضة كرة القدم، راح نتطرق لأكثر من رياضة. يعني لأن الناس عندها حتى في الرياضة العالمية الناس عندها بس لما تقول له شنو تشجع يقول لك برشلونة، مدريد، مثلا مانشستر. لما تقول له محليا شنو تشجع ما عنده أي فريق يقول لك ما يعني. فإحنا نحاول أن نثقف الجمهور ونثقف الطلبة ونثقف الشعب أن يكون لهم تحيز حق فريق معين وطني. علشان يكون فيه يعني لو 50% من البحرينيين اللي يشجعون اللي يحبون الرياضة يشجعون فرق محلية وأندية محلية، الرياضة بتكون ناجحة أكيد. طيب إبراهيم بشكل سريع، يعني في زمننا الحين السوشيال ميديا هي اللي طقت على الجميع، شلون نقدر نحافظ على بريق التلفزيون والشاشة؟ يعني شلون نخلي الناس للحين يتمون يتابعوننا ساعة كاملة وهم يقدرون يشوفون مقطع من البرنامج دقيقة على الانستغرام؟ شلون نخليهم يتابعون البرنامج؟ احنا ما نقدر ننكر ان السوشيال ميديا قدر انه يغطي على التلفزيون بشكل وايد. فاحنا مفروض ان نوظف الجهتين اللي هي السوشيال ميديا والتلفزيون ان يكملون بعض. انا بما اني بعد صحفي في جريدة الوطن احب اوجه نقطة اللي هي يوم سووا صحيفة او مجلة اسبوعية تخص الاندية العالمية وتخص المسابقات العالمية فسموها اكسترا سبورت، ما اعتمدوا على الصحيفة لان الناس ما بتقرأ الصحيفة. نعم. فحاولوا ان يشوفون حساب في السوشيال ميديا مشهور علشان تعاقدوا معه. فكان في حساب بحريني حق شاب بحريني اسمه الحكم، كان عنده تقريبا 700,000 متابع. صحيح. فحاولوا تعاقدوا معه فوافق، فصار حسابه باسم اكسترا سبورت وهو يديره.
فقدر الحطاب انه ينجح ويوصل الرساله اللي هي انه يبون المجله تنجح. فقدرت المجله انها تنجح مو بس في البحرين، في العالم كله، من خلال ان الجريده تواصلت مع السوشيال ميديا وخلت لها ناس في السوشيال ميديا. فانا اقترح انه يكون حق قناه البحرين وحق تلفزيون البحرين يكون لهم مثلا موظفين حق السوشيال ميديا، انه يشوفون لهم مثلا حسابات عندها متابعين عندها، لان انا اتشيت اليوم حق انستغرامكم شفت في محتوى ممتاز بس ما في متابعين. ففضلت 12000 وصلنا بالطاق. اي بس المحتوى حق 100000 300000 يعني. نعم. المحتوى جدا جميل يعني حتى. زين شلون نزيد الفولورز؟ هذه تتعاقد مع ناس انه مشهوره او نخلي ناس بس شغلتهم انه يروجون للحساب. احنا عندنا ثلاثه سوشيال ميديا الحين. إيه؟ قبل ما كان في احد. الحين هم الشباب اللي قوموا الحساب، وتقريبا ممكن اقول لك في اليوم نحصل 100 فولوور تقريبا، وايام المسابقات كان العدد يزيد، ولكن هذه الايام ما قاعد يزيد اكثر. خليني برجع لكم في هذه النقطه، ممكن اتكلم عنها اكثر، ولكن لازم اروح هذا التقرير اللي عديتوه انت وطلبت طبعا شباب نادي الاعلام، ونرجع ان شاء الله نواصل معهم كلامنا. والله متابعتي يعني متذبذبة، يعني مو دائما. احيانا اذا كانوا يحطون مباريات مال الدوري البحريني اتابعها. انا اتابع نادي المالكية البحريني، ففي كل مباراة اذا ما اروح اتابعها في التلفزيون. تطورات اشوف فيه تطور خصوصا في التصوير والتغطية بشكل عام. طريقة نقل الحدث، نقل المباريات تطورت وايد يعني بالنسبة للقبل. متابعتي البسيطة جدا، في حاولوا ان في بعض البرامج الرياضية مثل برنامج اللي ياخذ صوت الجمهور مثلا، هذه ممكن يعني يخلق نوع من الدافعية وان الشخص ممكن يتابع. اعتقد ان برامجها كانت افضل من سابقا، يعني المباريات على طول تنقل اول باول، فحس انه يتطور. رياضة السيارات بشكل يعني عام تصير بشكل اسبوعي في حلبة البحرين. اورايت، بس تلفزيون البحرين خلنا نقول مو بشكل مستمر يسوي تغطية إلى هالفعاليات، فأحس لو كان في شوي أزيد على أساس ينمون هالموهبة عند الشباب، إنه ما يسوونها برا في الشوارع أو شيء، يسوونها في الحلبة بيكون أفضل. أنت السوق الآن يعني أنت شلون تحصل فرصة تدريبية أو تحصل وظيفة إلا من خلال عملية التسويق؟ فجانب مهم التسويق الإعلامي للبرامج الرياضية لإقامة الفعاليات للتدريب، حتى ممكن أن الطالب ينخرط في يعني أكثر من برنامج تدريبي في المجال الرياضي. ما أحس إن في إعلانات عن هالشيء أو ترويج أو شيء ما وصل، يعني المطلوب ما وصل حق المتابع يعني. نواصل معكم حلقتنا مشاهدينا، للأسف وقتنا ضيق، فننتقل الآن لفاطمة العوضي رئيس العلاقات العامة بنادي الإعلام. أهلا وسهلا فاطمة. فاطمة، نتكلم عن موضوع السوشيال ميديا. قبل لا أسألك في السؤال، شلون نقدر نزيد عدد الفولورز ويكون حسابنا متخصص، أو أن الشباب يكونون ينجذبون لأكثر؟ مثل ما قال أخوي إبراهيم، ان نحاول نتعاقد مع انفلونسر او اوادم يكون يعني عندهم فولورز، يروجون حق الحساب، ونكون عندنا عنصر التشويق اكثر. نقدر نستقطب المشاهدين من خلاله. طيب خططكم اللي من خلالها بنقدر نستثمر طاقات شبابيه في تطوير القناه؟ خططنا كنادي الاعلام ان احنا نركز على الاعلام الرياضي، ونستقطب الطلبة اللي عندهم ميول رياضية ونسقلها ونطورها من خلال الورش التدريبية والمسابقات، وطبعا نستعين بذوي الخبرة، وإن شاء الله عندنا خطة مدروسة نوازن فيها بين الإعلام والرياضة. حلو. عشان شفنا إقبال وايد قوي في مسابقتنا التعليق الرياضي، فإحنا حابين نبين عندنا الكفاءات الشبابية عشان نستفيد منها في التلفزيون. حلو ممتاز. فاطمة، ننتقل لشيخة الشرقي أيضا عضوة في نادي الإعلام. شيخة أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. هل المحتوى الرياضي في القناة يدعم طاقات الشبابية؟
أكيد طبعاً إحنا اليوم نشوف أن القناة الرياضية يعني في تطور كبير عن السابق، فمثل ما إحنا شفنا من شوية التقارير التلفزيونية بينت لنا إش كثر الشباب هم منخرطين في المجال الرياضي، خصوصاً تخصص الإعلام اليوم قاعدين يطورون القناة بشكل كبير. نعم، قبل لا أنتقل للتوأم، هل في مانع في يوم من الأيام تكونين مثلاً مراسلة موجودة في ملعب؟ أكيد طبعاً اليوم إحنا المرأة البحرينية يعني بشكل كبير اليوم قاعدة تنافس الرجل في المجالات الاقتصادية والسياسية، فما في مانع إن هي تنافس بعد الرجل في المجال الرياضي وخصوصاً كمراسلة في الملعب. حلو. ندى الخليفات رئيس اللجنة الاجتماعية بنادي الإعلام، طبعاً يقولون الشباب الشباب الشباب، الفرص دائماً للشباب، الشباب يبون فرص. طيب، هل الشباب فقط يكفي ولا لازم تكون معهم عنصر خبرة، شخص عنده خبرة في هذا المجال؟ لا طبعاً أحس لأن لازم يكون في خبرة، لأن كل شخص يتعلم من سابق، يعني أنا أكيد ما تعلمتي على الدنيا متعلمة، فكان عندي ناس توجهني، ناس تعطيني نصائح علشان أمشي في مسيرتي الدراسية أو الحياة. نعم. لازم تكون عندنا خبرة علشان نستطيع أن نتواجد أكثر في المجتمع ونرتفع في المجتمع. حلو، ننتقل لفرح أيضاً عضوة في نادي الإعلام، شلون نقدر نوظف وسائل التواصل الاجتماعي في مسألة الترويج لبرامج التلفزيون؟ نقدر من خلال توظيف الطاقات الشبابية الإبداعية اللي مهتمين في التصميم، اللي يكون عندهم فكر إبداعي في التصميم، اللي من خلالها نقدر نخلق إعلانات تشويقية. نعم. تجذب المشاهد، يعني إحنا الحين نشوف إن دائماً التصاميم يكون لها وايد، يعني يكون لها وايد تأثير على الشخص، حتى حق مثلاً منتجات أول شيء يجذب انتباهنا هو التصميم وشلون طريقة عرضه. فإحنا لو ركزنا في مواقع التواصل الاجتماعي على التصميم وطريقة عرضنا للتصميم والإعلانات التشويقية، كذي نقدر نجذب المشاهد والجمهور. حلو، جميل، شكرا لك يا فرح. سارة يتيم أيضا عضوة بنادي الإعلام، طبعا نرحب فيك سارة وكونك طاقم شبابي إعلامي، نبي نعرف رأيكم في قناة البحرين الرياضية وبكل صراحة. أوكي، أول شيء بنتهز هذه الفرصة وبشكر قناة البحرين الرياضية على دعمها لنادي الإعلام ورعايتها لفعالية التعليق الرياضي من سنين طويلة، ما شفنا فعالية رياضية في كليتنا كلية الآداب، فلما شفنا التطور الملحوظ اللي قاعد يصير في تلفزيون البحرين خصوصا القناة الرياضية سلطنا الضوء على المجال الرياضي علشان احنا نقدم فعالية فيه، وطبعا انتم ما قصرتوا وحصلنا كل الرعاية منكم والفايز حصل فرصة تدريبية في القناة. حلو. في جانب انا وايد يعني وايد احب انه يتسلط عليه الضوء واحسه شوي مجهول، الشباب اللي في المدارس وايد قاعدين يحققون انجازات رياضية، وايد قاعدين يبدعون، ولكن ما حد قاعد يعرف عن انجازاتهم اي شيء. لازم احنا نتبنى هذه المواهب من الصغر، أصلاً مو لازم لما يوصل للمدرسة، الشاب الموهوب رياضياً يبين من الطفولة، لازم إحنا ندربه، مو نسلط عليه الضوء إعلامياً ونطوره رياضياً عشان بعدين لما يوصل حق مرحلة المنافسة يحقق لنا إنجازات إحنا نفتخر فيها كبحرينيين. حلو، أنت مهتمة بالإعلام الرياضي؟ مو جداً مهتمة بالإعلام الرياضي، يعني. ولكن أنا وايد مهتمة بالشباب، وايد أحب إن الضوء يتسلط على الشاب البحريني. حلو، شكرا ويعطيك الف عافيه يا ساره. سلمان يوسف ايضا عضو بنادي الاعلام، عرها جوائز عندك انت سلمان، ها جايب لنا جوائز ولا؟ والله اسف ان الاعلام ما اعطونا جوائز، خلصتوها ذاك اليوم في الفعاليه ما شاء الله، ايبادات وتليفونات وحركات سماعات. طيب سلمان، شنو اللي انتم تقدرون تقدمونه كطلبه نادي الاعلام لقناه البحرين الرياضيه؟ طبعا احنا قد ما نقدر نعطي الدوري والمنافسات الرياضيه تغطيه وزخم اعلامي، ونركز بشكل كبير على برامج اللي تنزل الشارع وتتفاعل مع الجمهور، لان كل ما تفاعلنا مع الجمهور يزيد عدد المشاهدات. صحيح.
وبخصوص الدوري البحريني انا شلون نقدر نزيد الحضور في الدوري؟ الحين قاعدين نشوف ان رجعوا بعض الجماهير والروابط، بس نبي نشوف العدد اكبر. شلون احنا نسوي اعلانات قويه للدوري البحريني تزيد من حماس الجمهور وتفاعله؟ طبعا الجمهور يبي نفس اللي مدققين مسابقات في المدرج هنا في برنامج المدرج. شكرا لك. ننتقل لحسين الماضي رئيس اللجنه الاعلاميه بجمعيه كليه الاداب. اهلا وسهلا حسين، سمعنا انك مبدع جدا في مجال التصوير. الله يبارك فيك. التصوير شو بالضبط تصور؟ والله الفتره الاخيره مهتم بتصوير الفيديو يعني، منذ الصغر كان تصوير بشكل عام. اي بس مهتم بالمجال الرياضي ولا بشكل عام؟ والله بشكل عام، ممكن مهتم تصوير المقاطع القصيره في انستغرام او الفيديو او الافلام بشكل خاص. حلو. انت شفت الرياضي كان لي يعني اكثر من تجربه. كان في اثنين منها في السعوديه، والاخيره والاقرب الى قلبي كانت مشاركه مع اخوي وصديقي الاعلامي عادل في برنامج مدرج. صحيح صح 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 شفتك. أيوة مع عادل. انا ممكن من هذا المنبر ادعو الى ثوره في التصوير الرياضي. والثورة لها اوجه، ممكن احد الاوجه اللي مركز عليها استقطاب المهتمين في هذا المجال من الخارج. لا شك الموجودين فيهم الخير والبركه من مصورين وغيره، لكن ممكن نجمعهم ويبلورون الافكار بحيث يقدمون دورات دوريه للشباب، واركز على الشغل العملي ممكن بشكل اكبر. لا شك الجانب النظري مهم للاشخاص او المتدربين، لكن كتجربه كان هو الشغل العملي هو يعني الواحد لما ينزل في الميدان ويشوف ما وراء الكواليس، اللخبطة ممكن الجميلة هذه اللي تصير اللي في الميدان وخلف الكواليس هي اللي ممكن تفيد الشخص بشكل أكبر. حلو. ويكون يعني على تصور أكبر في مواصل ويا عادل ولا بتهد عادل؟ والله دائما يعني عادل اللي يحفزني أجي معه، لكن ممكن ضغوطات الجامعة هي اللي توقفني بينه وبينه. عاد كله عذركم ضغوطات الجامعة، لكن كلنا درسنا ورحنا الجامعة. لا لا أبدا، والله إذا جتني فرصة إن شاء الله في الإجازات وهذا يعني في الإجازات لي لك بإذن الله. لا شك يعني لا. شكرا لك حسين، أكيد حضرين. وجودك راح يكون إضافة، وجود أي أحد منكم في أي برنامج أو موضوع يكون إضافة للقناة الرياضية. جاسم محمد نادي الإعلام، وسألك سؤال مختلف. يعني لو بغينا نتكلم عن المرأة، برأيك الإعلام الرياضي ليش ما في عنصر نسائي؟ يعني قناة البحرين الرياضية بكبرها ما فيها إلا أنا وبسمة، طبعا ها المذيعين عندنا ثنتين أيضا، نور ذوادي وعايشة عاشير جرافيك ومونتاج، بس ما في بنات يبون يصيرون مذيعات رياضة. صارت مرة شي موضة، الكل صار يبي يقدم رياضة، بس بعدين شافوا ان الموضوع صعب فتفركشوا. انت شو تقول شنو السبب؟ المرأة البحرينية كانت تمر بزمن تحفظ، فما كانت تقدر تبين اللي هي مواهبها في المجال الإذاعة والتلفزيون، وخاصة المجال الإعلام الرياضي. فما دام احنا في زمن تحضر وانفتاح، نقدر نسوي بعض الدورات والورش اللي تبين مدى موهبة المرأة البحرينية، ومن خلال نقدر نستقطبهم ونجذبهم للمجال الإعلام. طيب ننتقل لناصر صلاح، أيضا عضو بجمعية كلية الآداب. أهلا ناصر، عندك المايك. شنو ممكن القناة الرياضية تقدم للرياضيين الشباب؟ هو أول شيء يعطيكم العافية. يعافيك. ثانيا أحس أنا في مشكلة عند الرياضيين الشباب، خصوصا الرياضيين الصاعدين. وأتوقع أن الحل هو عندكم. شنو الحل؟ المشكلة اولا قبل الحل، يلا قول، اللي هي طموحهم غالبا ما يكون طموح محدود او ما في طموح. تشوف اللاعب خصوصا ان انا واخوي عمار اللي بتروح يلعب على شوي، دائما نرتب نجمع شي نمونه من الشباب من النوادي من الحواري من الملاعب ونرتب لعب، فنشوف ان في مواهب جدا قويه سواء كانت منتظمه ولا غير منتظمه. مواهب رائعه والله العظيم، يعني يمكن مستواها فوق اللي تتصورونه بوايد، لكن هيك ما عنده طموح. يك يمكن يلعب عشان يبي يستانس، ولا يك يلعب بس سبيان راحوا النادي بروح وياهم، لكن قول له ترى تعال انزين مره شنو، يقول لك لا ما له مستقبل
هاي اللي كلنا نسمعه لا في البحرين ما في مستقبل حق الرياضه لا وقف. فاحس ان الشباب صار عندهم تكاسل من ناحيه الطموح ما في زين طموح. الحل انت عزيز الشاب وين ما كنت في اي مكان في العالم تحت اي حفره في غيرك كان انزل ووصل. انا اقتراحي هو يكون عباره عن خلينا نقول افلام وثائقيه او تقارير مرئيه عن لاعبين وصلوا بينما كانت حالتهم أسوأ منك انت عزيز الشاب مليون مره. صحيح. والامثله تكثر لوكاكو محمد صلاح رياض محرز في امثله عربيه وبحرينيه بعد. صحيح. فلا بد ان الشاب اذا شاف قدامه انه في واحد كان انزل مني ووصل لمكان انا ما افكر ان يوم اني اوصل له يمكن يعرف انه لا في حد قدامي انا يمديني امشي على نفس الدار. حلو شكرا لك. ننتقل لعمار. عمار الشيخ جمعيه كليه الاداب. شنو الرياضات اللي يحبونها الشباب هالايام ويبون يشوفون لها برامج؟ طبعا احنا لاحظنا ان في تاريخ البحرين اللي فات لاحظنا ان مهتمين في كره القدم، كره اليد، كره السله، هاي الرياضات اللي احنا قاعد نسلط الضوء الاعلامي عليها مثل ما نقول. صح. لكن في نفس الوقت في جيلنا الحاضر قاعد نلاحظ ان في رياضات مو قاعد نسلط الضوء عليها مثل عندك الهوكي. في فريق هوكي البحرين ترى ما عيّر عنه. عندنا كرة التنس طاولة، عندنا حق البنات تنس الريشة، عندنا عدة أمور لازم إن إحنا نوجه الضوء عليها، لازم إن إحنا نأخذ على الإعلاميين مالينا ونوزعهم على هالرياضات. ليش ما نسوي مثلاً مباراة تنس طاولة نسوي لها لايف؟ ليش ما نسوي لها؟ ترى إحنا عندنا يعني شباب طموحين في هالمجال، طموحين في الرياضات. صح. يعني الشيء شوي يعني يألم لأن إحنا عندنا يعني قوات يعني خياليه ممكن نحن ننافس يعني المجتمعات الاخرى. فاحنا لازم نحن نعطيهم الفرصه نطلع على الاعلام نوديه ناخذه نوديه دورات ندربه نهيئه اعلاميا وبدنيا جسديا. فاتمنى ان تكون هاي الفرصه موجوده ان شاء الله. ثانيا رساله حق كل شاب ان مثلا لعب تنس طاوله مثلا لعب رياضه السباحه او شيء شاف انه لا احنا قاعد نسلط رياضاتنا او البحرين قاعد نسلط الرياضه او الاعلام على كره القدم او التنس الطاوله. لا يوقف خلي يواجه هاي المشكله لان في لها حل وان شاء الله بنتقدم في الاحسن في المستقبل ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك عمار. حمد جمال جمعيه كليه الاداب ختامها مسك. ايش عندك تقول لنا؟ اولا حاب اشكر البرنامج زين. ثانيا مثل ما قال اخوي عمار ان تلفزيون يعني قناه البحرين رياضيه خصوصا مركزه على القدم والسله والرياضات المعروفه يعني في مصطلح جديد الحين توه طالع اللي هي الرياضه الالكترونيه بالاخص خلينا نقول الجيمنج سموها الرياضه الالكترونيه ويدرسونها الحين حاليا في بعض الولايات في امريكا مثل ماساتشوستس واكلاهوما وبنسلفانيا وبعض من الولايات الاخرى. ليش ما يكون لنا احنا برنامج خاص فينا حق الرياضات الالكترونيه؟ حلو. فكل سنه الصيف البحرين مثلا فعاليات بطولات يجونها حشد جبار بالالاف من كل مكان من الخليج من السعودية كويت عمان من كل مكان. لكن التغطيات اللي نشوفهم يعني حالها متواضعة وبسيطة يعني بس اليوتيوب كذا يوتيوبر يغطي بعض المشاهير من السوشيال ميديا يغطون في الانستغرام. نعم. ليش احنا ما يكون عندنا برنامج خاص في هذه الرياضة؟ اي نعم في قناة البحرين يكون لنا برنامج متخصص في الرياضة الإلكترونية خصوصا ان الرياضة الإلكترونية حاليا في الجيل الحالي قاعد يستقطب الشباب الصغار الكبار من كل الاعمار واتوقع يعني هاي بعد خصوصا انها بتكون فكره حلوه حق قناه البحرين انه يستقطبون فيها الشباب بشكل اكبر من نعم. من جميع الخليج. حلو. زين فاتوقع ان هالشيء بيكون وايد جبار. حلو شكرا لك حمد جمال. اشكركم شكر جزيل على تواجدكم معنا اليوم لنا اكيد لقاءات اكثر لنا تعاون اكثر. الوعد اكيد راح يكون مستمر بس لنا بنتواصل اجتماعات ونبتدي نشتغل في خطتنا. شكرا لكم يا شبابنا وان شاء الله اتمنى لكم التوفيق ولا تنسون تقدمون على ايضا المسابقات اللي قلت لكم عنها.
مشاهدينا، كاميرا برنامج الملعب تواجدت في فعالية التعليق الرياضي اللي أقامها نادي الإعلام. خلونا نتابع معكم هذه الفعالية. نادي الإعلام بجامعة البحرين أقام مسابقة التعليق الرياضي تحت إشراف دكتور قسم الإعلام والسياحة والفنون سمر الأبيوكي، بالتعاون مع قناة البحرين الرياضية التي كونت منها لجنة التحكيم من رئيس القناة مريم بوكمال والإعلامي فواز العبدالله والمعلق الرياضي خالد المنشد. هذه الفعاليات تنقل الطالب إلى أرض الواقع، يعني في محاكاة تقريبية لما يحدث في الاستديوهات أو ما يحدث في يعني المباريات على سبيل المثال، بما أن احنا في مسابقة التعليق الرياضي. هذا الشيء يعني يخلي الطالب أكثر ثقة فيما يقدم. حرص الطلبة اللي موجودين، حرص جامعة البحرين صرح علمي أكاديمي مميز يحرص على إقامة نشاط مثل هذا النشاط الرياضي، هذا يدل على سعة أو كثرة الأهمية بالرياضة، أهمية الموجودين في الجامعة من جانب إداري، من جانب تعليمي، من هيئة تعليمية، بأهمية التعليق الرياضي، التقديم التلفزيوني في الجانب الرياضي. قبل انطلاق المسابقة أقيمت ورشة تدريبية للطلبة على مدى يومين حول التعليق الرياضي، وشهدت مشاركة 24 طالبا وطالبة، وقد شملت الورشة على جزئين عملي ونظري. تنافس بها المشاركون في الدورة مع زملائهم بمسابقة التعليق الرياضي، والذي بلغ عددهم الكلي 55 طالبا وطالبة. عندهم إمكانيات، يبي لهم طبعا الدعم، يبي لهم الاهتمام، يبي لهم إعطاهم الفرصة من قبل المسؤولين، وبالنسبة لهم هم بعد يبي لهم طبعا العمل على التطور، يعني الاطلاع، متابعة الكرة البحرينية أنا عندي جدا مهم للمعلق اللي يبي يكون معلق كرة قدم. أنت راح تطلع في ديرتك في بلادك عبر قناة رسمية قناة البحرين الرياضية. صراحة يعني كنا ننتظر هاي النوع من هالبرامج، عرفت؟ إحنا يمكن مثل ما قال عبد الرحمن لنا في الدورات، إن اللي هو أستاذ الكبير خالد منشد المعلق الكبير، قال لنا إن الناس ما بدأت إلا من الصفر، من الفرجان، من الميالس، مثل ما بدأ فارس عواض المعلق الكبير الإماراتي. فيعني هذه هي الأشياء اللي حفزت إن إحنا نطلع نفسهم، والحمد لله التجربة كانت حلوة، والإشادة كانت من جميع المحكمين الحضور، وإن شاء الله الجايات أقوى وأحسن. مسابقة التعليق الرياضي الأولى شهدت فوز الطالب محمد القاسمي بالمركز الأول بعد تفوقه على الطالب بدر حميد الذي جاء في المركز الثاني. هذا وسيحصل القاسمي على فرصة للتعليق على مباراة لكرة القدم بقناة البحرين الرياضية. يعني المرة الفقرة الأخيرة اليوم في برنامجنا مع الزميل عبد العزيز الخضير، بنستعرض من خلالها الاستبيان اللي تم توزيعه طبعا ثلاثة أيام تقريبا عزيز، ثلاثة أيام إلى اليوم، تقييمكم لقناة البحرين الرياضية. هذا التقييم طبعا وهذه النتائج راح أكيد نعتمد عليها لخطتنا في السنة القادمة. هذا تقييم للسنة الأولى من انطلاقة قناة البحرين الرياضية، ونشوف إن شاء الله نقدر نلقى اقتراحات وأيضا حلول لبعض المشاكل اللي ممكن تواجهنا. أهلا عزيز. يا هلا فيك مريم، ويا هلا بالسادة المشاهدين. مثل ما قلتي الاستبيان موجود، وهو اللي راح يضع النقاط على الحروف ونعرف كل شيء. في البداية خلينا نطالع كم مشترك اشترك في هذه الاستفتاء. 6633 شارك في هذه الاستفتاء، 79% منهم مريم تقريبا أعمارهم من 17 سنة إلى 35 سنة، فهاي شريحة الشباب اللي تتابع القناة. طبعا اكتساح للشباب 85% لنسبة الذكور. نعم. لو ننتقل لتطور القناة، يعني البنات ما يشوفون القناة؟ لا. ما تشوفون القناة؟ أنتوا تشوفون؟ مريم، تقريبا نص المتابعين يرون ان هناك تطور في القناه، 47% يطلعون ان هناك تطور في القناه، وفي بعضهم يطلعون
في تطور على مستوى البرامج، بعضهم على مستوى النقل، ولكن هناك يعني ناظر الجمهور أن هناك تطور ملحوظ في القناة. بالنسبة للنقل الخارجي أو جهد القناة في التطوير، 60% يطالعون أن القناة قاعدة تقدم كل اللي عندها في المقابل، 39% يقولون لا، أن أنتوا عندكم أشياء يمكن أشياء متكسلين عنها، يمكن غافلين عنها. ما لنا بارض يعني. نعم، أوكي. ولكن ما يدرون. إن شاء الله يسمحهم. إيه. إن شاء الله بيعرفون مع الأيام. بالنسبة للنقل الخارجي مريم، عندنا نروح حق النقل الخارجي. عندنا الأغلب يعني يطلعون النقل الخارجي عندنا جيد، اللي هو عندنا 1 أقل شيء و5 أفضل شيء، فالأغلب يطالع أن احنا في المتوسط النقل عندنا. نعم. ويمكن نسبة قليلة يطالعون أن النقل هو أقل من المستوى، نطالع الجيد وهو رايح إلى جيد جدا والممتاز. بالنسبة للبرامج المباشرة عندنا تصنيفها جيد، 54% يطالعون البرامج جيدة، و 34% يطالعون أن البرامج ممتازة، فهي نسبة ممتازة لبرامجنا. نعم. أما بالنسبة للبرامج التسجيلية اللي عندنا، ف 57% يطلعون هنا جيدة، و 22% ممتازة، و 20% سيئة. فالبرامج المباشرة كانت نسبتها أكثر من البرامج المسجلة. نعم. ننتقل بعدها إلى الألعاب المفضلة. يمكن في كلام وايد مريم كنت تسمعنا في هاي الفترة، هاي اللعبة هي اللعبة الشعبية الأولى في البحرين، احنا هذه تتابعها أكثر ذي، يمكن هذا الاستبيان يجاوب. كرة القدم في المركز الأول كالعادة، 85%، صحيح. بعدها كرة السلة 53، بعدها كرة الطائرة 38، بعدها كرة اليد 33. يمكن جمهور كرة اليد دائما كانوا يعتبون علينا أن كرة اليد هي الأكثر متابعة، ولكن الاستبيان يبين لنا. وعندنا بعض الألعاب أكثر من يد. نعم. طبعا عندنا بعض الألعاب اللي نشوفها قاعد الجمهور يهتم فيها، مثل الـMMA ورياضات الموروث الشعبي، فنشوفها ايضا موجوده في هذه الاستبيان. نعم. بالنسبه للبرامج المفضله، مثل ما وعدتك يا مريم، برنامج الملعب في المركز الاول، 61%. ما زلنا على الوعد والحمد لله، بيضا ويهنا الجمهور. ترى مو غيرين النسبه، هاي الصج، هذه الصج. الملعب في البدايه المدرج والله مسهل، ها؟ اي، لو تلاحظين مريم كره القدم يعني البرامج انعكاس للالعاب المتابعه، نطالع في التسعين وفي المدرج اللي هي برامج كرة القدم موجودة في البداية. صحيح. بعدها أم فاير لكرة السلة، تايم أوت، رحلة نجم، وأهل الخيل. يعني أكثر المشاهدة صارت حق كرة القدم، والملعب يمثل الرياضات كلها، مثل ما يقولون حضن جميع الألعاب. نعم. برنامج الملعب. نعم. ننتقل إلى الأخبار. يطلعون شلون يطلعون المتابعين اهتمام القناة بالأخبار، فيقول لك أن الملعب 40% هو اللي يغطي الأخبار، في المقابل يقول لك 37% لأنه ما في حقوق فما في أخبار، و 21% يقول لك أنتم تنقلون بس الأخبار المهمة، ما تنقلون جميع الأخبار. نعم. بالنسبة للوعي الرياضي، القناة تنشر الوعي الرياضي، ولكن بالنسبة للنص تقريبا 43% يقولون أن احنا ننشر الوعي الرياضي بسبب انتشار الفعاليات. نعم. فلا يقولون احنا ما ننشر وعي، ولا يقولون احنا ننشر بالشكل المطلوب، ولكن بنسبة متوسطة. حسابات التواصل الاجتماعي الحمد لله 45% يرون أن حسابات التواصل الاجتماعي ممتازة عندنا، 42% يطلعون أنها جيدة، و 12.5% سيئة، وإن شاء الله هذه 12.5 مع تقدم الأيام بتختفي، بتكون إن شاء الله كلها ممتازة. يعني هذه الاستبيان الحين قاعد يعطينا كل واحد فينا في مجاله شنو لازم نصحح بالضبط في الفترة القادمة. بالضبط. حلو. كل واحد يعرف شنو مواطن الضعف والخلل يعني اللي عنده. يعني خلاص وصلت الرسالة عندنا، خلاص وصلت. حلو. بالنسبة لليوتيوب، عندنا يمكن مريم 40% يتابعون البرامج على اليوتيوب، يمكن ما يتابعونها لايف حزت اللي احنا نطلع، ففي متابعة لليوتيوب، ونتمنى طبعا تزيد هذه المتابعة عبر اليوتيوب. بالنسبة لاهتمامات الشباب، نغير السلايد شباب. 49.3% يعني تقريبا 50 يقول لك يجب زيادة المواضيع الشبابية، القناة المفروض تهتم أكثر بالمواضيع الشبابية، وهذا الشيء يمكن اليوم تكلموا فيه. صحيح. الشباب والشابات من جامعة البحرين، وهذه هو أصلا توجه القناة الرياضية اللي شفناه وراح نشوفه إن شاء الله في الأيام الجاية إن شاء الله. أولويات الشباب أو القناة كوجهة مفضلة، 34% يرون أنها ينقصها الكثير لتصبح وجهة مفضلة للشباب، في المقابل 35
يقولون لا هي وجهة مفضلة فعلا للشباب، فالآراء متفاوتة حول الموضوع، و 20% بعد يعتقدون أنها هي ينقصها لتصبح أكثر وجهة مفضلة لدى الشباب للعمل في القناة الرياضية. نعم. نروح للإعلام الرياضي والمرأة، 68% يطلعون أن الوسط الرياضي الإعلامي يصلح للجنسين. الحمد لله، نسبة جيدة ممتازة. تقريبا أكثر الثلثين يعني يتابعون أن الوسط الإعلامي الرياضي يصلح للمرأة والرجل، ويمكن هذه راح ينعكس أيضا على القناة في برامجها وأيضا من خلال الموظفين والكوادر العاملة فيها في الفترة المقبلة. نعم. تعليقات سريعة، يمكن مريم وصلتنا وايد تعليقات. هذه الكومنتات اللي كانت وايد كومنتات وايد، هاي يمكن من بعضها يعني يقول لك ان القناة في صورة نمطية عنها، احنا نحتاج نصححها، واتوقع هذا الشيء القناة بدأت تسويه. يقول لك في كثير من الشباب يملك شهادات في الإعلام الرياضي لهم الرغبة في تمثيل القناة. نفس اللي قلناه، الكل يتمنى الفرصة، ولكن القناة الرياضية فاتحة أبوابها على الواحد أنه هو يبادر. صحيح. ويكون موجود، خصوصا أن كل مرة إحنا نحط إعلان لمسابقة علشان نقدر نعرف هو وينهم. بالضبط، يمكن نفس اللي سويناه مريم مسابقة التعليق الرياضي، كانوا يقولون المعلقين نحتاج تغيير تجديد، ولكن في النهاية العدد القليل اللي هو يشارك. صحيح. إذا يطلبون الفرصة يجب أن نطالع استجابة من الشباب. بالضبط. وأي أحد محب لهذا المجال الرياضي. صحيح. هذه التعليقات اللي كانت عندنا، وهذه نتائج بشكل سريع للاستديو. إحنا اللي نبي نقول حق المشاهدين بأن يعني رأيكم مهم جدا بالنسبة لنا، وهذا الاستبيان مو بس استبيان راح نعرضه لكم هني في البرنامج وراح ننسى عنه، لا، هذا الاستبيان راح ناخذه للفتره القادمه، نعرف وين هي مواطن الضعف عندنا، مواطن القوه، وين لازم نركز في المستقبل عشان نطور القناه، وايضا نشرك اكيد الشباب في صنع القرار في قناه البحرين الرياضي. شكرا. بالضبط. لك عزيز. شكرا لك مريم. شكرا لكم شباب، مع السلامه.